السلام عليكم. شوفوا داك المنظر الله يبارك. شوف هذه في الطاسيلي، ما نقول لكم اسمها المنطقه هذه، حاجه روعه. الانسان قد ما يشوف صور اللي في هذه المنطقه ما كاش. هذه قلتها من قلتات نسيبون في جبال الطاسيلي. بون، شوفوا الحال كيفاش راح يكون. هذا بدايه الاسبوع، دائما هذا الضغط الجوي عاود ارتفع على منطقه المغرب العربي، هو اللي يخلي يسمح باش تكون عموما السماء صافيه شويه، ضبا باحتمال يتشكل على عده مناطق ساحليه شماليه. سينو راكم تلاحظوا ما كانش، كانت البارح بعد السحابات، واليوم مع الصباح بعد السحابات همت الصحراء الوسطى راحت. على كل حال هيا نجوزوا للظاهره. الظاهره ذاك ضبا بيروح، وكذلك بعد السحب من النوع العالي والمتوسط تهم بعد الولايات الساحليه الوسطى وايضا الشرقيه وايضا حتى الداخليه، بعد المناطق الداخليه والهضاب الياسينو السماء صافيه على جميع المناطق تاع بلادنا في شمال الصحراء حتى الاقصى الجنوب. دائما بعد الزوابع الرمليه تقدر تكون في الصحراء الوسطى، هذا راجع لرياح محليين تقدر تكون معتدله الى قويه. جزول لدرجه الحراره ننتظروها مع الفجر اللي بكرو مع الصباح شويه بروده، مع السماء اللي تكون ماشي مسحبه الحاله تقدر تلحق حتى لدرجه واحده تحت الصفر على عده مناطق تاع خاصه الاوراس ولا منطقه الجلفه، واحد الدرجه الصفر الى درجه واحده فوق الصفر. بوكزول تيارت وايضا العلمه وسوق حراس السته بقالمه وايضا البويره تيزي وزو 8 بالعاصمة، 9 كل من شلف وهران عنابة جيجلس كيكدام استغانم 9 8 درجة تصيبها في منطقة طمراسات وأيضا جانات، 11 بورقلة إليزي روض النص حاسي بركين كذلك حاسي مسعود، 12 في بني عباس وأيضا تندوف، و 12 تصيبها في بورس باجي المختار، 11 على الصحراء الوسطى و 13 على تيمياوين و تنزا وطن جزر الظاهرة. ظاهرة مع بتكون بدون تغيير 20 ببري، واحد المناطق الغربيه والوسطى 19 الى 18 درجه ولا 17 الى 18 على الولايات الشرقيه، 20 الى 22 شمال الصحراء الواحات ومنطقه الصوره، كذلك السون موج على كل حال من الصحراء الوسطى 23 22 بولايه اليزي 21 بتيلوف، وعلى مقياس نصيبوه في منطقه تيمياوين وتنزا وطن حتى برج باجي مختار. جزء الملاحه والصيد البحري، البحر عموما سهل شويه يخدم لان الرياح تاعو تكون غربيه جنوبيه غربيه سيدي سيد وست، هو اللي عموما يخلي ديك الحراره شويه مرتفعه. القوه واحد معدل رمويان واحد 40 كلمة الساعة في الراش، كذلك واحد 50 كلمة الساعة فيه تموجات ويخرج من الرؤية تكون مع الصباح رضي من واحد إلى ثلاثة أميال بحرية، ومع تتحسن تدريجيا وتولي من أربعة إلى ثمانية أميال بحرية. نعود نولوا المنطقة هذه منطقة إهرير، إهرير بالطاسيلي، حاجة روعة روعة. شوفوا دوك لي كولور، هاو الإنسان يدخل واهنا في هذه المناطق، نشوفوا ديك الدلتا كتصب الشتاء، ما يقيسهم الفرون تاع التروبيكال في مواد جوي اوت كتصب الشتاء ويتعمروا الدلتات هذوك. وشوفوا هذوك شغل هاوي، هذه سي لا روش فولكانيك، بالك مع السميشه كتجي تخرب السميشه بدا تبدل اللون تاعها مع الرمله شغل صابل دور والسما زرقاء، هذوك لي كولور حاجه روعه هاوي. ان شاء الله بنادم يروح يشوف هذه المناطق، بصح لازم لكم القيد لهنايا اللي ما عندوش قيد يتبحر. غدوه ان شاء الله ولا حب ربي بدايه اسبوع موفق ان شاء الله، نكونوا لحد 10 جونفي 2016 شروق وغروب الشمس على الجزائر العاصمه وضوحها، وهذه العناوين شروق اونلاين ولا ميتيو تي جي سي شروق تي في، سيبوا كل ما يخصكم المعلومات الجو البيئه والاخبار السياسيه في الشروق. هذه هي بهذا الاخر نقول لكم اسبوع موفق ان شاء الله للجميع، والسلام عليكم.